السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ أخبارك ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم. معاك المهندس إبراهيم قمر، إن شاء الله النهاردة هتكلم معاكوا عن طريقة تسطيب برنامج مايكروسوفت فورتران. طبعا البرنامج ده احنا شغالين بيه طول الترم، فأنا بالنسبة لي هرفعلك اللينك بتاع البرنامج هنا اهوت، يدوب بس على الدرايف، هتضغط بس كده عليه تعمله داونلود. هيفتح معاك، هتضغط هنا على كلمة داونلود، داونلود anyway، هبدأ سطب البرنامج. طبعا الملف هينزل معاك مضغوط، فطبعا انت هتنزل برنامج يفك الضغط، اكيد البرنامج اصلا هيكون عندك، فانا اصلا سطب البرنامج عندي. تمام، البرنامج عندي موجود بالمنظر اللي قدامك كده بعد ما تفك الضغط. لو انت عايز تفك الضغط مثلا، عندي برنامج زي ده، فهاجي كليك يمين. تمام، وهاجي هنا اكزيت، اكزيت فاكت هير او اكزيت فاكت تو كذا، هتلاقي اتفك معاك. خلاص تمام، هخش انا على البرنامج اهوت، هضغط كلمة سيت اب، سيت اب دبل كليك، هبدأ اضغط كونتينيو كونتينيو، هتاخد كل صفار. اوكي، استنى البرنامج يبدأ يسيت اب، هضغط على كلمة تيبيكال كونتينيو. اللي عايز يعمل ابديت، اللي عايز يعمل ابديت يضغط على ايس، انا مش عايز. فكده خلاص البرنامج اتسطب معايا، كده البرنامج اللي بقول عندك على الجهاز، بس طبعا مش هتلاقيه على الديسكتوب، عشان لو جيت تخش على الديسكتوب مش هتلاقيه. فانا هقوم انا هاجي هنا يا باشا على علامة الويندوز. طبعا هنا بيعملها لك قوائم اي وبي وسي والكلام ده، فانا هنزل على كلمة اف، على كلمة فورتران باور ستيشن 4، هضغط عليها، هضغط على العلامة دي مايكروسوفت ديفلوبر ستوديو. كده البرنامج ايه يا باشا، اتسطب كده معاك زي الفل، وكده البرنامج مفتوح معاك والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل. فكده انا شرحت لك كده فيديو في الفيديو دوت، اللي هو ازاي انك انت تسطب برنامج الفورتران، وارفع لك اللينك بتاعه، هعمل لك كمان فيديو هقول لك ازاي تكتب برنامج عليه وتطلع نتائج. معاكم المهندس ابراهيم انور، لو في حاجه اي حد محتاج اي استفسار اي حاجه يتواصل معايا، اما عن طريق الفيسبوك او عن طريق الواتساب. أتمنى يكون الفيديو مفيد للجميع، واللي محتاج أي حاجة يسألني في أي وقت. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مهندس أبو